السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني في درس جديد بعنوان العدد الفردي ضمن 99. وقبل أن نبدأ درسنا، هيا نتذكر معاً ما المقصود بالعدد الفردي من خلال المثال التالي. كم تفاحة أمامنا؟ أحسنتم، 9 تفاحات. هل يمكن حصر التفاحات 2 2؟ رائعون، لا يمكن، تبقى تفاحة واحدة دون حصر. هل العدد 9 له مكونان متساويان؟ أحسنتم، له مكونان غير متساويين، هما 4 و5. إذن العدد 9 ليس له مكونان متساويان. إذن العدد 9 يسمى عدداً فردياً، لأننا عندما حصرنا عناصر مجموعته 2 2 بقي عنصراً واحداً دون حصر، ولأنه ليس له مكونان متساويان. والآن من خلال هذا النشاط لقد توصلنا سوياً إلى تعريف مفهوم العدد الفردي. إذن العدد الفردي هو عدد ليس له مكونان متساويان، وهو عدد عند حصر عناصر مجموعته 2 2 يبقى عنصر واحد دون حصر. والآن دعونا ننتقل إلى هذا النشاط لنتعرف إلى الأعداد الفردية ضمن 99. هيا بنا نكتب عدد العناصر المناسب، ثم نقسم المجموعة إلى قسمين متساويين إن أمكن ذلك. عدد حبات البوظة التي أمامكم تساوي كم؟ أحسنتم، 3 حبات. هل يمكن تقسيم العدد 3 إلى مكونين متساويين؟ لا يمكن تقسيم العدد 3 إلى مكونين متساويين. إذن العدد 3 عدد فردي. عدد الدفاتر يساوي كم؟ أحسنتم، 7 دفاتر. هل يمكن تقسيم العدد 7 إلى مكونين متساويين؟ لا يمكن تقسيمه إلى مكونين متساويين. إذن العدد 7 عدد فردي. وبهذا نكون قد توصلنا إلى الأعداد الفردية ضمن العدد 9، وهي 1 3 5 7 9. والآن مع فقرة قراءة الأعداد ضمن 99. أمامنا 3 سمكات، كل سمكة يظهر عليها عدد. هيا بنا لنقرأ هذه الأعداد. ما العدد الذي يظهر على السمكة الأولى؟ 21. ما العدد الذي يظهر على السمكة الثانية؟ 45. ما العدد الذي يظهر على السمكة الثالثة؟ رائع، 39. والآن دعونا نستمع لهذه القصة معا. أحمد فلاح نشيط، ذهب في الصباح إلى حقله ليجمع حبات البرتقال وحبات الليمون، فجمع 35 حبة برتقال و47 حبة ليمون، فأراد أن يقسم حبات البرتقال في صندوقين، فوضع في الصندوق الأول 17 حبة برتقال، وفي الصندوق الثاني 18 حبة برتقال،
وكذلك حبات الليمون في صندوقين آخرين، ووضع في الصندوق الثالث 23 حبة ليمون، والصندوق الرابع 24 حبة ليمون. إذن العدد 35 عدد فردي، لأنه ليس له مكونان متساويان، والعدد 47 عدد فردي، لأنه ليس له مكونان متساويان، وهما عددان ضمن العدد 99. ولتمييز العدد الفردي في الأعداد المكونة من منزلتين، ننظر إلى رقم الآحاد، فإذا كان رقم الآحاد فردياً كان العدد فردياً. رقم الآحاد في العدد الفردي إما أن يكون 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9. والآن مع لغز درسنا لهذا اليوم، أنا أصغر عدد فردي مكون من منزلتين، فمن أكون؟ سنجيب عن هذا اللغز في نهاية الدرس. والآن هيا بنا نتعاون في حل النشاط التالي. أضع دائرة حول العدد الفردي فيما يلي: العدد 7 عدد فردي، لأن رقم الآحاد 7 فردي. العدد 36 عدد زوجي، لأن رقم الآحاد 6 زوجي. العدد 15 عدد فردي، لأن رقم الآحاد 5 فردي. العدد 34 عدد زوجي، لأن رقم الآحاد 4 زوجي. العدد 71 عدد فردي، لأن رقم الآحاد 1 فردي. العدد 23 عدد فردي، لأن رقم الآحاد 3 فردي. العدد 80 عدد زوجي، لأن رقم الآحاد 0 زوجي. حقاً أنتم رائعون. والآن هيا بنا مع هذا النشاط الختامي لنساعد العصافير بكتابة عددين فرديين من منزلتين على أجنحتها. ما الرقم الذي يجب كتابته في منزلة الآحاد ليصبح العدد على الجناح الأول فردياً؟ أحسنتم، إنه أحد الأرقام 1 3 5 7 9. لنختر الرقم 3 فيصبح العدد 93 عدداً فردياً. ما الرقم الذي يجب كتابته في منزلة الآحاد ليصبح العدد على الجناح الثاني فردياً؟ أحسنتم، إنه أحد الأرقام 1 3 5 7 أو 9. لنختر الرقم 9 فيصبح العدد، أحسنتم، 19 عدداً فردياً. حقاً أنتم مبدعون. والآن مع إجابة لغز اليوم، وهي: أصغر عدد فردي مكون من منزلتين هو العدد، رائعون، 11. وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في الدرس القادم ضمن سلسلة الدروس المصورة بمبحث الرياضيات للصف الثاني الجزء الأول. دمتم بحفظ الله ورعايته.